وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. لنتأمل في هذا اللطف العجيب والمن العظيم، كيف أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا هيأ أسبابه، فإن الله عز وجل وحده هو الموفق والهادي إلى صراط مستقيم. تأمل قوله جل في علاه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، لتعلم أن فتح الله سبحانه وتعالى على عبده بحضور مجلس علم أو سماع موعظة ناصح أو قراءة كتاب مفيد يكون له الأثر عليه في تغير مسار حياته، كل ذلك من الله وفضله جل في علاه. قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، كم من إنسان شارد تائه ضائع في هذه الحياة معرض عن طاعة ربه جل وعلا، فإذا أراد به خيرا صرفه إلى سماع موعظة أو قراءة كتاب مفيد أو ذكرى تقر في قلبه وينتفع بها. فالمن من الله سبحانه وتعالى والفضل فضله. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وهنا قف متأملا في أثر القرآن العجيب، وأن من نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده أن يوفقه لسماع القرآن، فإن القرآن شأنه عجب في التأثير على القلوب وهدايتها. ولهذا في الموضع الآخر في قصة الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، وصفوا القرآن بأنه عجب لأن فيه تأثير وفيه بركة، وجعله الله سبحانه وتعالى كتاب هداية كما قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وجعله كتاب شفاء للصدور وشفاء لما في الصدور، وجعله كتاب وعظ وتذكير للعباد وصلاح لقلوبهم، فإذا أراد الله بعبده خيرا وفقه لسماع هذا القرآن، وفقه لتلاوة هذا القرآن، وفقه للتدبر لمعاني القرآن ودلالاته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال جل وعلا فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. انظر هذا اللطف العجيب، كانوا يهيمون في الأرض يبحثون عن سبب قطع الطريق على الجن في استراق السمع بكثرة الشهب، فعلموا أن شيئا حدث في هذه الأرض فأخذوا يجوبونها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لكن الله لطف بهؤلاء النفر فصرفهم إلى سماع القرآن. استمعوا من أشرف عباد الله وأفضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمعوا للقرآن فوقر في قلوبهم وكتب الله سبحانه وتعالى لهم هداية
فحدث التحول وتغير مسار الحياة بسماع القرآن بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنه. فتحول هؤلاء النفر من الكفر إلى الإيمان، ومن الضلال إلى الهداية، ومن الدعوة إلى الباطل إلى دعاة للحق. رجعوا إلى قومهم منذرين بعد أن كانوا قبل قليل كفارا مشركين وضلالا تائهين، لكنهم سمعوا القرآن فهداهم الله سبحانه وتعالى فتحولوا دعاة إلى الحق والهدى، ورجعوا إلى قومهم منذرين مما عليه قوم من شرك وكفر وضلال وضياع. هذا السياق المبارك أيها الإخوة الكرام يجذب متأملا إلى مزيد عناية بهذا الكتاب العظيم، تدبرا لآياته وعقلا لمعانيه وتفكرا في دلالاته وطلبا للهداية والشفاء من خلال هذا الكتاب المبارك الكتاب العظيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعناية بهذا الكتاب العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعل هذا الكتاب شفاء لصدورنا وجلاء لأحزاننا وسببا لفلاحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.